معناته إبراهيم عليه السلام، لاحظوا ما هو أول ما وردت كلمة إبراهيم على فكرة في القرآن الكريم في حدود الآية 124 من سورة البقرة أول ما وردت، ولاحظوا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. شوف أتمهن، إذن كلف إبراهيم عليه السلام بتكاليف أتم، ومش بس أتم على أحسن صورة وفى. وإذ ابتلى، دققها، أول ما ذكر إبراهيم في القرآن الكريم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. انتبهوا، نتيجة أنه كان التكاليف كان بها كاملة، شو قال له؟ قال إني جاعلك للناس إماما. إذن هذول اللي بنطوا بصيروا بدهم يكونوا أئمة للناس وهم بسهوش، قايم أنت قايم بالأمور على أفضل وجه. شوفها، شوف جمال هون، فأتمهم. الآن أنت مستحق أن تكون إمام وقدوة، إذن معناته لاحظوا الآن تستحق أن تكون إمام وقدوة، يفترض يكون أفضل الناس في القيام بالتكاليف حتى يكون إمام وقدوة، مش هيك؟ إذن فأتمهم، قال إني جاعلك للناس إماما. انتبهت وين؟ أما بتقولوا لي طب ليش ما ذكرش إيش هي الكلمات؟ لا، هو مفهوم إنه هو تكاليف كلف فيها، بغض النظر إحنا المسألة مسألة المبدأ، بغض النظر إيش التكاليف اللي قام فيها، إنما وهيو وإبراهيم الذي وفى، يعني إبراهيم القدوة. هو مش واصلكم، ما في صحف موسى التفصيلية، وكمان ما في صحف إبراهيم، هي إبراهيم في صحف كمان، الإمام القدوة الذي وفى. لأنه لابد على فكرة، ما هو الدين مش بس مجرد نقول مبادئ نظرية، مبادئ نظرية طب التطبيق العملي ما بدها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، لذلك هو الصورة، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصورة الحقيقية لتطبيق العملية لتطبيق القرآن والإسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. طيب، أم لم ينبأ لكم، مش واصله، معناته القضية اللي بدها تذكر على فكرة الآن، القضية اللي بدها تذكر هي قضية موجودة في كل الأديان، يعني التي لا تختلف من شريعة إلى شريعة ولا من أمة لأمة، لأنه في شرائع على فكرة، في شرائع ممكن تصلح لأمم لا تصلحش لأمم ثانية. نفرض يعني أنه الأخ كان يتزوج أخته أيام آدم عليه السلام، كان بعض الناس كانوا قالوا الله هو أكبر يتزوج أخته مش معقول، فبحثوا لها عن طريقة ليش لهم، هو الحلال والحرام على ضوء إيش؟ شو الله سبحانه وتعالى شو بقول لك؟ هذا حلال هذا حرام، اللي محرم ابتداء الأم، بعدين مثلا الأخت، بعدين العمة والخالة، وبعدين لا هذاك من أصله كمان البنت والأم، ما هو صفة أبو، ما هو برضو البنت هو أبو، فهذه العلاقة طبعا من أولها هاي. تمام، المهم طيب، إذن التشريعات ممكن حسب البشر وين واصلين. إيش يعني بالله أمم ما بتعرف حتى البيع، تيجي تقعد تكلم لهم عن الربا، بيع ما بيعرفوش، بيروحوا هالقبائل بتصيد مع بعضها وبوزعوا على بعض وما بيعرفوش لا بيع ولا شراء، تيجي تقول ممنوع الربا وتصير تقول لهم احكام الصرف، صرف ايش وفي نقود هو، او اجي اتكلم عن احكام الصرف في امه ما بتعرف الا المقايضه. جاء الاسلام عادي في 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 الوقت اللي بلغت البشريه فيه رشدها، وجت الرساله الكامله الان، ما هي الكمال ليش برضه؟ لانها اخر رساله للبشريه الى يوم القيامه. طب معناته في نقص سابقا؟ لا، ما هوش نقص، هو ملائم لما، لأنه كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، فهو ملائم إله، فالنقص جاي من جهة إيش؟ إنه شو حاجة هذا الإنسان تنشرع له، مش إنها هي الشريعة ناقصة، هو شو بيحتاج اللي بدنا نشرع له. فكل الشرائع القديمة
بدها تكون ملائمة لمستوى الناس الحضاري وين واصلين. زي ما قلنا بيعرفوش نقود تحكي لهم عن معاملات الصرف، صرف العملة يعني، مش معقول. فبالتالي معناته الكلام اللي بده يقال الآن، اللي بده يقال الآن، هذا من أيام آدم لحد آخر نبي بده يكون اللي هو صلى الله عليه وسلم، كله هذا المبدأ يجب التزامه من الكل، أو إنهم يعرفوه شو كان في هذه الصحف. إذا شو مناسبة ذكر الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، إنه كانت بارزة في هذه المبدأ؟ وأيضا أنتو وأغرب الغرائب اللي شفتها من بعض أهل التفسير، بعضهم زعم إنه هذا شريعة الأمم السابقة وليست شريعتنا. إيش هو جايب لك الصحف الأولى يقول لك مشان أنت تقول هاي منسوخة وهذه شرائع الأمم السابقة؟ قال هاي شريعة الأمم السابقة. طيب وإحنا؟ ثم هو بتكلمك عن مبدأ، راح نشوف شو هو المبدأ، تمام؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟